بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني واستعداداتكم للانتخابات التي ستجري في 18 وفي 20 من الشهر الحالي، وأيضا ما هي حظوظكم بالفوز، كم عدد مرشحيكم؟ تفضل حضرتك. تحياتي لحضرتكم. طبعا احنا انتهت الحملة الدعاية الانتخابية. نعم. وكانت حملة يعني غير، مع الأسف يعني كانت حملة استفزازية وكان في تهجم وغير حضارية وكلها على الحزب الديمقراطي الكردستاني. من قبل من؟ من قبل الأحزاب الأخرى كلها. نعم. نظرا للتخوف من شعبية وجماهير الحزب الديمقراطي الكردستانية. نعم. الكردستاني. الآن جماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعدين. حملة يعني حكومة إقليم كردستان بنت في هذه الفترة مشاريع ضخمة وتغليل شوارع وخدمات كثيرة، هذا يجعل الحضور متوفرة وكثيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني اللي هو اللي يترأس الحكومة. نعم. أما التخوف للحزب الديمقراطي الكردستاني هو أن هناك محاولات تزوير من قبل الاتحاد الوطني، هذه المحاولات تم تقديمها بطعون، يعني من هسه هم قاعد يخططون إلى محاولات تزوير، هو هذا فقط التخوف الوحيد اللي الحزب الديمقراطي يطالب المفوضية والمراقبين الدوليين وحتى اللجان اللي تأتي من مجلس الوزراء. نعم. يطالب بأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، هو فقط هذا التخوف الموجود، لأن كان هناك تصويت صوتي لبعض الطالباني يقول إحنا ضامنين 30 مقعد، حتى إذا ما حد صوت لنا راح يساعدونا، وهذا التصويت الصوتي دزيناه، وأيضا هناك صناديق قد ملئت من قبل من أصل محضريها. فإذا العملية صارت بشفافية ونزاهية، الحزب الديمقراطي هو دائما الحزب الأول وحظوظه كثيرة جدا لحفظ المقاعد، أما لا سامح الله إذا نجحوا في عمليات التزوير هذا راح يأثر على الحزب الديمقراطي الكردستاني. ذكرت حضرتك يعني الدعاية كانت استفزازية، ما هي أنواع الاستفزاز؟ شعارات الأحزاب، كل حزب له شعار. نعم. مثلا الحزب الديمقراطي كان شعاره بالانتخابات هو التطور، البناء، العمران، الصمود. نعم. شعار الاتحاد الوطني بالكردي يقول كوتاي يعني سنقضي عليكم سنمحيكم. شعار الحزب حزب آخر يقول سنوقفكم عند حدكم. الشعار الأحزاب الأخرى كلها شعارات تهجمية واستفزازية ضد الحزب الديمقراطي. نعم. هذه شعارات كانت استفزازية، وتصريحات وخطابات رئيس الاتحاد الوطني كانت خطابات يعني شخصية مراهقية تهجمية وعبارات غير لائقة بمستوى رئيس حزب. هذه تصرفات شوي يعني خلت بين الحملة الدعائية تبدأ حملة غير حضارية وغير متطورة بالنسبة لإقليم كردستان مع الأسف. نعم. كم عدد مرشحيكم أستاذ وفا؟ احنا في كل محافظة حسب المقاعد، كل مقعد يحق للحزب أن يخلي مرشحين، يعني مثلا في السليمانية 36 مقعد. نعم. الديمقراطي يحق له أن يخلي 72 مرشح، يعني مو بس الديمقراطي، كل حزب يخلي يقدر يخلي كل مقعد مرشحين. في أربيل عدد المقاعد 32. نعم. الديمقراطي يقدر يخلي 24 مرشح. في دهوك 24 مقعد يقدر يخلي 48 مرشح. نعم. للفوز بأعلى الأصوات. إذا يعني إذا عدد المرشحين هواية، ولكننا نأمل بأن نحصد أكثر من تقريبا على 40 مقعد، لأن المنافسة على 95 مقعد مو على 100 مقعد. ال 95 موجود 5 مقاعد للكوتا، هاي الكوتا محسوبة، 3 للمسيحيين و2 للتركمان، يعني ما عدا الكوتا هناك 95 مقعد الأحزاب اللي 11 ينافسون عليها، والحزب الديمقراطي يتطلع أن يوصل إلى 40 مقعد لكي يحصد ويستطيع أن يشكل حكومة مرة أخرى كسابقاتها.